خلج الخلج شامي ومغربي، ابن البلد وابن العرب والأجنبي. يا شمس هدي وود حدي وغربي، ونبتدي الجول بالصلاة على النبي، ونبتدي الجول بالصلاة على النبي. عدوينك بيكتروا، وإن ما لميناش الحكاية بسرعة هيلسنوا، والكلام هيبقى في المديرية بحالها. هيقولوا أخت العمدة عاشك وحتموت من جرايب حبها ابن السخاوي. يلد عليك الكلام ده؟ لا يا أمه، ما يلدش عليا ولا هستنى اسمعه. علشان كده أنا واخدها معايا المحروسة، هتفضى
تفضل هناك لغاية ما تنسى حماد وتخف من اللي بيه. دي آخرة حنيتك؟ هتنفي رضوانة؟ أنا بعتها المحروسة مش جزيرة العاصي. كل ما حل فيك عقدة يا فتح الله تطلع لي بعقدة غير. قول ايه يا يمه؟ بدعي لك يا ابني. طب ما تدعي بصوت عالي علشان اسمعك. وتسمعني ليه؟ الدعاء بيني وبين ربنا. غلبتيني زي كل مرة يا يمه. ربنا ما يغلب عليك عدو. أنا ماشي يا يمه. انت رايح فين؟ ما تقعد تشرب معايا فنجان قهوة عبل حسن ما يرجع. لما نروح البلد نقعد مع بعض زي ما انت عايزة. المهم دلوقت انضبي نفسك ورضواني. أنا عندي كان مشوار كده مع أخواننا وحبايبنا ولما أجي نتكل على الله. بقول لك إيه؟ ما تيجي ناخد عقد نافع في حكاية جوازة شاهرتي. يعني تكلم وصف بيه يحدد مع جراية الفاتحة والشبكة. على طول كده يا أمه. أنت مش قلت له امبارح إنك هتقعد معاه قبل ما تمشي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً أهلاً يا جناب العمدة. أهلاً واصف بيك. أنا كنت رايح لك. كويس إني لقيتك هنا علشان أتسلم على حج غازي. بعد إيه يا عمدة بشنين؟ بقى أنت تبقى هنا من امبارح في كفر الشيخ وما تجيش تسلم إلا وأنت معود على بلدكم؟ ما أنت كده منابك على جدك كده أهو. أيوه شاهد يا وصف بيه. شايف آخرته فتح الله ابن الحج إسماعيل الحسيني اللي كان بيجيني هو صغير ويمد ايده ويقول لي هات مليل. فاكر جاي النهارده فرد له علي ويقول لي على قدك. قدك معروف ومقامك محفوظ يا حاج غازي. ايه ده بالنسبه لك انت يا اخويا؟ بالنسبه له هو وبالنسبه لي انا وبالنسبه للناس كلها. يلا جيب لنا كرسي خلينا نقعد مع وصف بيه شويه وبعدين انا حاجي لك. يما زمان ايديكي وجعتك. خلينا نكمل تطفيره واللي مش هقدر عليه هخلي رجيحة تساعدني. ليه؟ شايفاني خسعت ومش هقدر أدفر لك شعرك؟ حاسة بيكي مش قادرة تاخدي نفسك. صدر مغشلك يا حيلتي. وحاسة كده زي ما يكون داخل عليا دور هوي. ايه رأيك أخلي رجيحة تخبط على جارنا الحكيم؟ حكيم ايه؟ أنا لسه ما كحتش ولما كح هحط ورقة جورنال على صدري وخلاص. طب مين بقى اللي هيدفر لي شعري في مصر؟ فرحانة يا حيلتي؟ ابدا يما. هو اني هقعد فين في مصر؟ عند خالتي ولا عند جرايبنا اللي في حلوان؟ فتح الله ما قاليش لكن بالليل هنعرف. مين اللي جه يا صديقة؟ سيدي شاهر وسيدي حسن جنب السلامة يا ست الحاجة. قولي لهم ان انا جاية لهم. يا ريت تحدد لنا معاد عشان اجي اني والحجة وشاهر نتشرف بالزيارة ونقرأ الفتحة. الشرف هيكون لنا احنا يا جناب العمدة. احنا عمرنا ما نلاقي نسب يشرفنا زي نسبكم. الله يخليك. انتوا تقدروا تيجوا في اي وقت البيت بيتكم. ايوة بس انا نازل المحروسة من بكرة. هما يومين ثلاثة ورد. لما ارجع بالسلامة هكلم سيادتك في التلفون ونتفق على المعاد. مصحوب بسلامة الله. أنا هدخل للحاج غازي أخد منه ورقة وأكتب نمرة التليفون. أنا معاك. من فضلك يا حاج غازي. أيوه. ورقة فاضية عشان أكتب نمرة التليفون لجناب العمدة. اتفضل يا جناب العمدة. اتفضل. اتفضل يا أخويا ورقة وقلم أهي. ولو إني يعني تليفونك مش محتاج ورقة ولا حاجة. إيه 35 كفر الشيخ؟ مش دي نمرتك برضه يا وصفي؟ عقبال ما يبقى لك نمرة أنت كمان يا أخويا. مش عايز، أنا لو يلزمنا ركبه من بكرة الصبح. مع إنك تاجر يا حاج، والتليفون هينفعك قوي. ولا ينفعني ولا يلزمني، ديه ينفع الناس اللي واخدينها مظاهر ونفخة كدابة. عايز يفهمك يا عمدة إنه مستغنى على التليفون، مع إنه خاوت جيرانه وأصحابه اللي عندهم تليفونات. كل شويه نط لهم من فضلك التليفون لو سمحت التليفون ومش مره ولا اتنين في اليوم. اسال جاركم حكيم الخواجه بقطر. ما تجيبليش سيرته بقطر ده. بقول لك ايه، ما تجيبليش سيرته بقطر ده. بالمناسبه يا عمدي صح برضو يعني لما عندكم حد يعيا ولا يمرض جماعتكم يندهوا البقطر؟ مش المقدس ده
حكيم. وحكيم شاطر قوي. طيب زعلان ليه يا حاج غازي؟ زعلان عشان اني اللولة الجيرة والمعرفة والأصول بتقول كده يا عمدي. أيوة بس أنت مش حكيم. أيوة بس الحكمة في العطارة مش في الطب والكلام الفارغ ده. أيوة العطار هو الحكيم اللي بصحيح يا عمدي. شفت يا عمدة؟ شفت الجهل بيقول إيه؟ وصفي وصفي يا حبيبي، وصفي يا ابن الناس الطيبين. بلاش بلاش ما تطلعش زرابيني. نهاركم سعيد يا بواب. اهلا اهلا يا خواجه بقطر، احنا كنا لسه جايين في سيرتك دلوقتي. انا عرفت ان جناب العمده هنا، قلت لازم اجي اسلم عليه. اهلا وسهلا يا حكيم. بخلان علينا بزيارتك ليه يا جناب العمده؟ انا عارف صحيح ان مشاغلك كتير، لكن فيه وعد قديم اني تملي لازم نشوفه. واديك شفت اهو وسلمت عليه. ها تشرب حاجه ولا مستعجل وراك مشوار لازم تقضيه؟ ما صحش كده يا حاج غازي. الله انت كده احرجت الراجل. سيبه يا بيه، من حكم في دكانه ما ظلم. الحمد لله بالسلامه يا جناب العمده. الله يسلمك. عن اذنكم. مع السلامه. مع السلامه ابو. استنى عندك هيبي، لازم تعرف ان ولاد اسماعيل الحسيني دول ولادي، فاهم كده؟ وانا بقى المختص بعلاجهم، واياك اياك تهوب ناحيتهم مره تانية. انا مش هرد عليك، لان اللي زيك يتفوت له فرغه. عن اذنكم. يتفوت له فرغه على ايه؟ يعني ايه يا عيله الحكم انت؟ ايه مجنون انا ولا مجنون؟ خلاص يا حاج خلاص، ما يصحش كده. الراجل كان عندك في دكانك يعني ضيفك، ما يصحش تقول له كده. انت اصلك ما تعرفوش يا عمده، ده راجل خنيس وناعم ومن النوع اللي يتمسكن لحد ما يتمكن، وفي اول فرصه يضربك في ظهرك. حرام يا حاج غازي، انت كده بتظلم الراجل. الله، لانك متصور انه بينافسك في رزقك، مع ان دي سكه ودي سكه تانية. يعني لا هو بيتاجر في العطاره ولا انت حكيم. وانت كمان تلقطنا بوشكاتك. احنا دلوقتي هنشرب العرق سوس وبعدين نتكلم في موضوع تاني. لا مؤاخذه يا حاج، انا مسافر ومعايا حريم ولازم نوصل بشنين قبل المغرب. سلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة يا جناب العمدة. مع السلامة. مع السلامة يا عمدة. يلا بقى ابعت بقى هات الأرقصوص عشان أقرارك المقطم أخبار الحرب تشين. غدو غدو لسه شوية لحد ما شاب وشرف يجيب طنبيل. خلاص يا أبو العمدة، نويت إن شاء الله إنك تسافر بكرة المحروسة. أنا ورضوانك مشيئة الله. يعني حسن هيفضل معايا مش كده؟ ايوه حسن هيفضل معاك، ربنا يقويه عليك. للدرجه دي بقيت في نظرك الشيطان الرجيم؟ بتعيدها تاني يا خايب. يعني بصراحه ما بقيتش عارف ايه اللي مزعلك مني للدرجه دي يا ابو العمده. قول لي يا شاعر، انت بتعمل ايه؟ بتشتغل ايه؟ لا بتفلح ارض ولا بتتاجر في حب ولا حتى بتسرح في السوق بشويه خضار. ليه يا عمده؟ بصاصين بتوعك ما بلغوكش اني مشارك على اسطبل خيل، وعندي زربيه مواشي في الخدميه، وكمان كل سوق بنزل ابيع واشتري عندك النهارده مثلا ليا 4 بجرات و5 عجول وتورته لوجه للعشار في سوق البهايم اللي بره كفر الشيخ. ايه ما تعرفش يا عمده؟ لا ما اعرفش. ولا الكلام ده صح؟ ما بتقوليش ليه؟ يعني قلت البصاصين بتوعك هيبلغوك. ايه كلمة البصاصين اللي لازقه على لسانك دي؟ مش لازقه على لساني ولا حاجة، بس أكيد كل عمدة له بصاصين. مسكت مين بيتبصص عليك يا شاعر؟ وأني لو مسكت حد فيهم أعتقوا، طب ومجام سيدي القرواني لكنت لجحتهم قدام الدوار متكتفين ومتشرحين. أنا متأكد، زي ما عملت في الغفر اللي جولك عند الغوازي وخلتهم يرجعوا لك عشان يضربوك ويشرحوك. حصل منكرش، بس انا بتعلم من غلط يا عمده، ومن يوميه وانا بمرن نفسي ازاي اشغل دماغي قبل امد ايدي. ودماغك اللي شغاله دي قالت لك اني بتبصص عليك؟ فاش عيب يعني ولا حاجه يا عمده، اي حد في مطرحك لازم يعمل كده. وما دام مش عيب، ليه مستحلف للبصاصين وناوي تشرحه؟ لاني ما بحبش حد يعمل معايا كده. يعني تقبلها على غيرك وتقبلها على نفسك؟ لا جدع، شوف يا شاهر،
أنا حاسبك للبصاصين اللي مسلطهم عليك، لكن ححاسبهم عشان ما قالوا ليش البهايم والزرايب والحاجات دي. تعرف يا شاعر، دلوقتي بس أنا عرفت الجواب اللي حقوله لنسايبك لما يقولوا لي العريس بيشتغل ايه. نسايباني؟ وعريس مين؟ وانت ما تعرفش ان كمان جمعة ولا جمعتين بكتيره هتكبيري فتحتك على بنت وصف المرية. هتقول ازاي الكلام ده؟ ايوه، ما انت معذور، ما عندكش بصاصين ينقلوا لك اخباري. مش أصول يا ست الحاجة، سيدنا العمدة يجيب طنبيل حلو كده زي كل الأعيان. إن شاء الله السنة الجاية في مولد سيدي الإيرواني هيكون عندنا 10 طرمبلات. أما أنا هروح العزبة السخاوة أسلم على خالي وخضرة ونعمة، وإنتوا سبقوني على الدار. طب ما ترجعهم معاك، لازمتها إيه قعدتهم عند خالك؟ هنشوف يما. يا حاج عبد الرحمن، ما كل حاجة على إيدك. الدودة شطبت على زرعة القطن كله، واني مش هتحصل من اللي باقي على جنتار واحد. واني مطلوب مني ايه يا سباحي؟ تصبر علي السنة دي وتأجل الإيجار لحين ما يصار. خلاص نقطع الإيجار ودور لك على أرض تانية. يا سنة سوخة، وحلاقي الأرض التانية دي فين بقى إن شاء الله؟ إياك أني ملزوم أدور لك عليه. لا لا قفز يا سباحي، فدف جاي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حضرة العمد. أهلا يا حضرة العمد. تفضل. تفضل يا حضرة العمد. الله يخليك. ما تأخذنيش إذا جيت على غفلة. أصلاني مسافر بكرة الصبح مع طلوع الشمس. وقلت أجي أشقر على خضرة وبنته. سبحان الله. وأنت محتاج أسباب لأجل ما تيجي وتزور بنت خالك. الله يبارك فيك. بس الأصول أصول برضه. وانت ابن اصول، مفيش كلام. اتفضل اتفضل يا حبي. شكرا. اتفضل. على فكره انا رحت لك تدور لي امبارح عشان اهنيك على النصره القويه اللي حققتها على المنصر وعصابه صابر، وكنت عاوز اقول لك انك بقيت العمده اللي سيرته مسحت سيره اللي قبله، وهبته هتغطي المديريه بحالها. النهارده فات عليا يعقوب الصراف، قال لي ان الدنيا مقلوبه في المديريه في طنطا، وحضره الكومندان الانجليزي اتخانق مع مدير المديريه وقال له ايه؟ قال له يا ريتنا عينا عمده بشنين مكانك، كان زمانه ماسك المديريه وامنها كده. يا كلام ما يفرحنيش، يضايقني. أنا مش عايز رئاسة المديرية يضايقوا مني ويترصدوا لي. هيعملوا لك إيه؟ طول ما ربنا معاك وإنت مع أهلك وناسك محدش هيقدر يهوب ناحيتك. المهم خضرة فين؟ استني يا خضرة، هتقابليه إزاي بهدمتك دي اللي ما غيرتيهاش من صباحية ربنا؟ وفيها إيه يمه؟ هو ضيف ولا راجل غريب؟ وانت هتقابله ضيف ولا راجل غريب ازاي؟ ده جوزك يا خضره، ولازم لما يشوفك بعد الغيبه دي يلاقيك مستنياه وفرحانه بجيته ومستحضره له، مش يلاقيك بهدمه البيت كده. يا اماني قصده كده. يعني ايه؟ يعني عايزه ابين له ان مجيته زي عدم مجيته بالنسبه لي. لا ده انت حكايتك حكايه. ماما بالراحه، البنت على ايدي. بقول لك ايه، فهميني انت عايزه ايه بالظبط يا بنت السكساجه؟ ماني فهمتك يما وشرحت لك بدل المرة 10. أنا خلاص مش هفضل مع فتح الله، أنا متفقة معاه قبل ما يكتب على المصروية يطلقني. يعني إيه؟ عايزة تحرمي عليه اللي حلله ربنا؟ ولا يمكن فاكرة لما تقولي كده هو حيخاف ويرجع في كلامه؟ لا أنا عارفة إنه مش هيرجع في كلامه، وإنه هيتجوزها. يعني هيتجوزها حقه،
الشرع سمح له بواحدة واثنين وثلاثة واربعة. وقصاد كده أنا كمان من حقي ما اقبلش ده على نفسي واطلب الطلاق. ست أم نعمة يا ست أم نعمة، سيد الحاج عبد الرحمن بيستعجلي. قولي له الحاجة الكبيرة حيشاها. حاضر حضر لك عزرائيل، اوعي تقولي كده، قولي له مستنية لما نعمة تصحى هتجيبها وتيجي. ما صحيح يا سيد. وانت مالك انت بكلامك العفش ده؟ غوري غوري. احضر دباجة. خضرة يا حبيبتي، ربنا يهديك يا بنتي، غيري هدومك ما تنشفيش ريقي. مش هغير هدومي يما. كل ما ده بتبان وتحلو هتطلع حلوة. شبهك يا عمد. بتكلمي جد؟ وانا كمان يا خضرة. وانت كمان ايه؟ انت مش بتقول انها طلعة شبهي؟ والناس بتقول ان الست اللي بتحب جوزها قوي يبقى بكريها شبهه، وعشان كده بقول لك هني كمان يا خضرة. وهو اللي بيحب جماعته قوي يكسر نفسها ويجيب لها ضرة؟ سم انت بس، سم يا شيخة سم. وانا كلمتك في الموضوع ده كتير قبل كده وفهمتك الاسباب اللي خلتني اعمل كده. ايوه ما انت قلت لي الاسباب بس ما دخلتش دماغي. ان شاء الله ما دخلت. قومي بقى وضبي هدومك وتعالي معايا. الله، انت مش مسافر للبرنسيسة بكرة؟ الليلة بس، وبكرة الصبح ارجع على مزاجك. وش معنى الليلة يعني؟ عايزك يا خضر. لا مش هينفع يا عم، اني علي ظهري. المعاد مش معادك يا خضر. واني اكدب عليك ليه؟ داني جريتك وتحت امرك. طب ايه رأيك اني اخدك لست اخواتها اخليها تشوفك؟ وانت ترضاها لي يا عمدة؟ هاني ما بحبش اللعب ولف ودوران ده. فزي قومي قدام، فزي قوم. هاني مش عايزة اروح دارك. ليلة بس يا بنت، الليلة. لا الليلة ولا اي ليلة، خلاص. فرشتك بقت شوك ليا وفرشتي بقت نار ليك. هاني ما بفهمش الكلام ده، مين اللي قالهولك؟ وده كلام حد يقولهولي ولا يطلع من لسان يعني؟ يا بنت ده جوزك، والست لما تعصى جوزها تبقى بتعصى ربنا. احنا كان في بينا اتفاق، رجعت عنه ليه؟ هاني ما رجعتش. تعالي بس انت معايا الليله دي، وبكره الصبح قبل ما اسافر هطلقك. فاكر قول لي المشكير. نعيمة الله عليك، هاني حلبس وانزل. انت هكملي همومك ولا تحبي ابعت لك الوليه علشان تصب لك؟ ما تتعبش نفسك، أنا هتصرف. اسمع، أنا مش هنام، هفضل صحية لحد الصبح ما يطلع. تجيب الشيخ حامد وترمي عليا اليومين قدام زي ما وعدتني. وأنا على كلمتي، بس استني لما سافر وارجع. أنا مش فاهمة حاجة يا عم، لا أنت عايزة تقولي حاجة ولا خضرة عايزة تتكلم ولا حتى أخويا العمد عايز يقول إيه اللي بيجرى. ما تفكريش في الحاجات دي يا حيلتي، فكري أنت بس في نفسك وفي المحروسة اللي انت رايحاها والناس اللي هتشوفيهم وخالتك وولاد خالتك وأولياء الله الصالحين وأهل البيت اللي هتزوريهم. طنبيل وصل رضوان، الأنفار هيعملوا الشنط والزيارة. يا مش الزيارة جاهزة ولا ايه؟ بينها لسه، أما روح أشوفه. على مهلك، مش مستعجلين. وانت أم نعمة، أبوك وصل ومستنيك برا، روحي له. نعمة وهانم سبقوك على الدار. معلش يا ست الحاج، النسوان على معجنه وحموا الفرن وعلقوا على الطيور، الوقت جرى حبه. بلا لكاعت نسوان فارغه، مش نهضه تحكم الخدامين، نشوف غيرك. والله يا ستي دول صحيين من فجريه ربنا، وانا صاحيه معاهم وعلى ايديهم. وبعدين احنا ما عرفناش ميعاد الزياره غير امبارح العشاء، ولا لحقنا نوضب ولا نذبح، وانت عارفه غلبه المشلتت والرز المعمر. عندكم لغايه الشمس ما تلف من ورا الزريبه. هنودي برنيه سمنه وزلعه مش. ايوه زي كل مره. عملت ايه يا بيت؟ انطقي انطقي يا حسن، يمين بالله اطبق في زمره رقبتك ما سيبك الا قطع النفس. انا ما عملتش حاجه ياض، والعمده قدامك اهو، اسال خال. انا اللي مصمم على الطلاق من باب للطاق كده من غير سبب؟ لازم عملت عامله كبيره قوي خليتك مش طايقها. انا مش هكذب عليك بصراحه، واكيد وصل لك أني داخل على نسب جديد. النسب ده مهم لي، والبشنين والعمودية كلها، والعروسة مصممة وراسها ألف سيف إنها ما تتجوزنيش على ضره. وأني
لازم امشي لها كلامها. انا راسي على الموارد يا فتح الله. ست اخواتها حكت لي. بس اللي انا مش فاهمه وش معنى؟ ايش معنى خضره يعني؟ ما انت مبقي جازيه على ذمتك. مؤقت بس يا خيار لحد ما تخلف. هو ربنا فك عقدته؟ طيب الحمد لله. بس اللي انا مش فاهمه يعني ليه مصمم الطلاق يحصل النهارده؟ ماني خلاص اجلته لحد ما ارجع. هي اللي مصممه على الطلاق مش هو. خضره هي اللي مصممه مش فتح الله. الكلام ده صح يا عمده؟ خضره الكلام اللي بتقوله عمتك ده صح يا خضره؟ انا عمري كدبت عليك يا عبد الرحمن؟ لا طبعا. بس ليه يا خضره؟ انا اللي مش عايزه تضر يا بابا. ليه يا بنتي؟ ده شرع ربنا وحلاله. عارفه بس مش مستحمله. مش طايقة كرامتي تنداس بالشكل ده. كرامة الواحدة في بيتها وفي رضا جوزها عليه. أنا أصلا مش حاسة إني ليا بيت يابا. وخلاص ما عادش يهمني رضا العمدة ولا خايفة من غضبه. لا حول ولا قوة إلا بالله. معلش يا عمدة اصبر علينا شوية ولما ترجع إن شاء الله حيكون حالها تصلح. حاضر يا خال. لا خليك عند وعدك. بعد ما ترجع من السفر تجيب الشيخ حامد وتطلقني زي ما وعدتني. اخرزي اخرزي. انت عايزه تفضحيني يا بنت السكسابي؟ اخس عليك يا عبد الرحمن. اخس عليك. بتضربها في داري ودار العمدة؟ ما صحش يا خال. انا اللي كنت مصمم اقول اني عايز اطلق علشان يقول علي مفتري واقطع ألسنة الناس. كتر خيرك يا ابني. امون هي ما تستهلكش. اتكل على الله ولما ترجع يحلها الحلال. تقولي ايه ياما في اللي يرفس نعمة ربنا؟ تقصد مين يا عبدالله؟ اي حد ياما. ربنا ينعم عليه بنعمة وبعدين يرفسها. يبقى جاحد ونمرود. اخويا العمدة عمل كده. خضرة بنت خالي صدفة في نسوان وبنات بلدنا. اخويا رفصها مرتين ياما. مرة ومفسخ فتحتها عشان يتجوز الجازية بنت عزام. وادي المرة التانية عايز يطلقها عشان التالتة اللي جايبها لنا من مصر. وبإذن الله هتوريله نجوم السماء في عز الظهر وتطلع عليه القديم والجديد. يخيبك يا عبد الله. انت بتكره اخوك يا ولا؟ هو اللي يقول كلمه حد يبقى بيكره اخوه؟ طب بالراحه بالراحه. خد لك بق ميه. الحمد لله يا امه. خليتيني اصبر. قال بكرهه قال. ايوه بس لما تيجي تتكلم عن اخوك ابقى حسن ملفظك. يا امه انا ما استجراش اقول كلمه في حق اخويا. بس يعني انت يرضيك اللي هيحصل لخضره دي؟ الظاهر انك مش فاهم حاجه. خضره هي اللي طالبه الطلاق ومصممه عليه. دي تبقى بقى على الاخر على كده؟ لا الحكايه مش كده. هي بتقول ان كرامتها ما تسمح لهاش انها تعيش معاها على ضر. اهي اللي زيها ياما يقولوا عليها في بلدنا هنا مجنونه. هو في زي خضره؟ انا لو مكانه ما كنتش هفرط فيها ابدا. بتقول ايه يا ولا؟ ايه ياما في ايه؟ انت اتجننت واتخبطت في نفوخك؟ بتبص لمرات اخوك يا عبد الله؟ ياما حد الله بيني وبين الحرام. وبعدين انا هتجوز الشهر الجاي. تتجوز ولا تتجنس؟ اوعى اسمعك بتقول الكلام ده. والله ما حد هيذبحك غيري. اتغديت انت وبنتك؟ الحمد لله. انا كلت لقمه كده مخيله. انما هي اسم الله عليها كلت قد ما بتاكل مرتين. زي ما تكون نفسها اتفتحت بعد موافقه العمده على الطلاق. ما تنسيش انها بترضع ولازم تتجوز. استغفر الله. قلت 100 مره ما احبش حد يحب على ايدي. معلش يا سيدي العمده هبتك غالبه. الحمد لله على سلامتك وسلام الست رضوانه. بطلي غلبه خش وسع السكه. ما حدش هنا يا سيدي. سيدي عزام بيه بيت في حلوان عند سيدي العوضي، والست الهانم بيت في سرايه لطيف بيه مع صفيه هانم. من امتى يا جازيه تبقى بره البيت من غير اسنك؟ ايه ماشى ماشى ازاي؟ ماشى غضبان. ما قالش رايح فين. والزيارة دي هو اللي جابها طبعا. ايوه ده انا حتى لسه ما لحقتش ادخلها جو. طب يلا شيليها وفرغيها في المطبخ. زيارة ايه يابا اللي انت شاغل نفسك بيها؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ انا سبق وحذرتك يا جازية وقلت لك بالحرف. افرضي فتح الله طب فجأة ولقاكي برا الدار هتقولي له ايه؟ جوحتيني وقلت لي ما تخافش يابا مش جاي. وادي اللي حسبته لقيته. وبعدين ايه العمل دلوقتي؟ مش عارف. ما هو لو كان ساب شنطه هدومه كنا قلنا حيلف لفه ويزور سيدنا الحسين وراجع. لكن
ده ما سابش غير جفة الزيارة. قصدك يعني يكون راجع بشنين؟ لا، لو مش وراه مأمورية ضرورية في مصر ما كانش جه من البلد. إذا كان كده فلازما هيرجع. فكر انت بس في حجة تطلعي له بيه. سلامات يا غالية يا بنت الغالية. يا سنين طويلة ما شفتكيش، من أيام ما كنت بتحبي في دار الحاج إسماعيل الله يرحمه. بس أنا فاكراك يا خالتي، كنت دايماً أسأل أمي عليكي وأقول لها هي خالتي بهية ما بتجيش عندنا البلد ليه؟ مش بخاطري يا نظر، ست إخواتها عارفة وخالك عبد الرحمن عارف والكل عارف إن أنا ما أقدرش أخط بشنين برجلي، ولا حد فيهم عبرني ولا سأل عليا. ما بلاش السيرة دي يلا. ما فيش غيره، ربنا يجبر بخاطره، فتح الله ابن ست إخواتها. بتقول إيه بس يا خالتي؟ ده واجب، واللي ما يقومش بيها يبقى مقصر. ما بالنسبة لرضوانة، بس الأول يابا أنا عايز أعرف هي خالتي بهية متحرم عليها نزول البلد ليه؟ لا ده موضوع قديم وراح لحاله خلاص يا بنت خالتي. بعدين يا رضوانة هقول لك بيني وبينك، بس قومي دلوقتي يلا مع فوزية، قومي غيري هدومك وارتاحي شوية عبال ما أعمل لكم العشاء. يلا بينا يا رضوانة. روحي يا رضوانة، ما أنت هتقعدي معاها حبة. هتقعد معايا لحد أنا ما أقول، ومالكش صالح بيها، ولا هتعمل عليا عقده انا كمان؟ لا انت وامي ما اقدرش اقول لكم ببل، ولا بحس حتى ان انا عمده ولا حتى غفير. اسم الله عليك يا نظري، ده انت عمده وسيد العمد كلهم. او ما حضر لكم العشاء بقى. معلش يا خالتي تعرفين انا اصلي انا لازم افوت على الحج عزام واطلع على الجازيه، وبكره ان شاء الله حاجي لكم. يبقى تتغدى معنا بكره حسب الظروف بمشيئة الله. السلام عليكم. لا بقول لك يا عمر استنى، انا عايز ارغي معاك، عندي كلام كتير قوي عايز اقوله لك. خلاص خليه لبكره، واوعدك هقعد معاك لحد الفجر. ابوك ما نامش قدام. الهي لا يسيئك يا سيد العمده، ما تكبرش الموضوع. ايه في ايه مالكم؟ سؤال يا ابو عزام الاول، انت صحيح اديت الجازيه اذن بالخروج في غيابي؟ ايوه يا فتح الله، الجازيه طول ما هي في دار ابوها وجوزها بعيد عنه تبقى تاخد الاذن من ابوها. طب ما كلمتنيش في التليفون ليه؟ كلمناك ما لجناكش، والغفير بتاعك رد علينا وقال ان انت بايت في كفر الشيخ. يبقى كان بلاه المشوار ده من اصله. وليه ما تاخدش الاذن مني يا فتح الله؟ ده انا ابوها. ايوه عارفين انك ابوها، ما حدش قال انك امها، بس الاصول اصول، البنت لما تتجوز تبقى في طوع جوزها مش ابوها. بس جوزها دي في لحظه ما يبقى جوزها، لكن ابوها مهما حصل هيفضل ابوها. وابوها ده يصونها ولا يفرط فيه؟ مين ده اللي فرط فيه؟ اللي يسيبها تخرج طول النهار ويخش عليها الليل وتبيت في بيوت الاغراب. ابويا ما اداليش الاذن بيت عند صفيه هانم، بالعكس وهو نزل رايح حلوان للعوض اخويا، وصلني لغايه دار لطيف بيه ونبه عليا ما اقعدش غير ساعتين، واني فعلا ما كنتش ناوي اطول هناك، لكن وانا جايمه وجعت وصفيه هانم ما رضيتش ابدا تسيبني واني في الحاله دي، وفضلت قاعده بيا الله لا يسيئها لغايه ما لطيف بيه جاب لي الحكيم وقال الدوخه دي من الحبل واني لازم اتغذى كويس، وادالي برشام محطوط جوه جنب السرير تقدر تاخده وتسال الاجزاجي، وهو دي كل اللي حصل. هي ما قالتليش كده لما سالتها، فضلت تجاوح وتقول لي حقي واخويا وابويا لما زهقتني. انا اسف على الكلمتين اللي نطوا على لساني، انت عارف انا مقصودش. خلاص يا عمدي حصل خير. لا مؤاخذة يا عمدي مش نهضة أخدم عليك، أصل الحكيم قال لي أفضل فردة ظهري جمعة بحالها. ما تنعيش همنا، أنا ممكن أخدم نفسي بنفسي من ساعة ما كنت ساكن لوحدي في كفر الشيخ وبدرس في المكتب الراقي. والنبي على عيني. المهم أنت مين اللي هيخدمك؟ راضية كفاية؟ ايوه كفاية، وفي وليه طيبة بتيجي تشتغل لحد المغرب. طب ما تشاور عقلك وترجعي معايا، هناك في 10 نسوان يخدموكي مش واحدة بس. لا يا عمدة انا حلفة يمين ولا يمكن ارجع فيه. انت لو رجعتي معايا مش هتلاقي في الدار غير الحجة، ورضوانة هتقعد عند خالتها هنا لحد ما ربنا يعني يفك عقدتها. وخضر؟ خضرة هتتطلق. ليه؟ عملت ايه؟ لا عملت حاجة ولا حد عمل لها حاجة، هي طقت في نفخها كده ما
من ساعة حكاية الجوازة الجديدة رأسها ألف سيف تسيب الدار قبل ما العروسة تخشه. عايز الحق ولا ابن عمه؟ لا الحق ولا ابن عمه ولا أي حد من عيلته. أنا بس بقول لك لو حبيت يعني تغير رأيك وترجع معي. انت رايح فين في الليل كده؟ أنا رايح بيت عند خالتي بهية، وبكرة الصبح إن شاء الله هخلص مشاويري وأرد على البلد. أنت محتاجة حاجة؟ لو غيرت رأيك وحبيت ترجعي ابكي خليها يكلمني في التلفون. وانت هتلحق تعمل ده كله بكرة وترد على البلد آخر النهار؟ إن شاء الله. أنا ناوي أبتدي من النهاردة. إيه رأيك تقوم تغير هدومك وتيجي معايا مشوار صغير؟ مشوار لحد فين يا عمد؟ ده احنا بقينا بعد العشاء. هما ما بيجتمعوش إلا بعد العشاء. هما مين دول؟ جماعة الوفندي والجمعية الجديدة. مش دول برضو اللي انت كلمتني عنهم النوبة اللي فاتت؟ أيوة، الوفندي اتصل بيه على تلفون الدوار مرتين ثلاثة الجمعة اللي فاتت ومصمم انه يقابلني، وبصراحة أنا ما اقدرش أصد معاهم في السياسة لحد دلوقت، لكن انت تقدر وعشان كده عايزك تيجي معايا. طب وهتقدم لي ليهم بصفة ايه؟ الأستاذ بكر القصاص مدرس في وزارة المعارف العمومية وابن خالتي، وفي ذات نفس الوقت معلمي اللي بيعلمني السياسة وبيفهمني اللي بيجرى في الدنيا في مصر وبرا مصر، وسري معاه ما بخبيش عنه حاجة. أهلا وسهلا يا أستاذ بكري. أهلا وسهلا يا حضرات، تشرفنا. الشرف لينا يا ابني. لا مؤاخذة يا حضرات، أنا وقتي ضيق زيارة دي، عندي مشاغل كتير في البلد ولازم أرجع لها. لو سمحتوا نخش دغري في الموضوع اللي علوي بيه كلمني فيه كذا مرة في التلفون. رد على جناب العمدة يا غرب لي بيك. الحكاية كلها يا جناب العمدة إن الإنجليز سرحوا نواحيكم وابتدوا يبرطعوا في براح البراري اللي ما كانش حد يظن أبدا إنهم هيقلوا عقلهم ويقربوا منها، وديهم بيلموا الرجالة ويرحلوهم باسم سلطة الاحتلال. اللي أنا عارفه إنهم عاملين تجريدة ضد المنصر وولاد الليل والمساجين الهربانين. ده الظاهر بس يا عمدة، لكن غرضهم الحقيقي ان يلموا الشباب يجندوهم ويجمعوهم في كامبات تبعهم وبعدين يدربوهم ويبعتوهم عشان يحاربوا في جيوشهم وجيوش البلاد المتحالفين معاها والغرقانه في طين الخنادق بطول اوروبا وعرضها، وغالبا بيخلوهم زي دروع بشريه او يحاربوا في الخطوط الخلفيه. والهند دي منهم؟ انا سمعت ان في ناس خدوهم وبعتوهم على هناك. ليه لا؟ بس مش عشان الحرب، لا، لأن الهند بعيدة عن الميدان، ما هم بيسموا بلادهم الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. بالظبط، واوعى تفتكر يا عمدة إنك بعيد ومش حيوي يمك. ولو جم هعمل إيه؟ مش هحتلوا مصر كلها. أنا فاهم البكوات يقصدوا يقولوا يا جناب العمدة، الإنجليز أول ما الحرب قامت أعلنوا الحماية على مصر، يعني مصر بقت محمية بريطانية ينفذوا فيها السياسة اللي هم عايزينها. استنى يا بكري، يا مصر دي مش ليها سلطان ووزارة؟ ما هم اللي معينين حسين كامل سلطان، وده طبعا بعد ما استغلوا فرصة وجود الخديوي عباس حلمي في الأستاذ. أهو الأستاذ بكري يفسر لك الموضوع. فهمت. أنا عايز أعرف إيه اللي مطلوب مني؟ إحنا هنساعد كل المصريين اللي هيضايقوا الإنجليز ويمرروا عشتهم في مصر. هنكون في كل بلد يقرب منها عساكر الإنجليز لجنة مقاومة. مقاومة؟ يعني إيه؟ يعني نخلي عادتهم في أي مطرح نار تحرقهم. إزاي؟ هو ده السؤال اللي فيه مفتاح كل الأسرار يا فتح الله بيك. الجمعية اللي احنا عاملينها دي بتشبه جمعية في تركيا اسمها الاتحاد والترقي. هدفنا هيكون تطهير أرض مصر من نجاسة الاحتلال الإنجليزي. عددنا كبير وموردنا كتيرة والحمد لله، ونقدر نشتري سلاح وزخيرة يكفوا جيش بحاله. بس المهم السلاح والزخيرة دي نديه لمين؟ لازم يكون لنا ناس متنطورين في كل حتة في مصر، وهي دي الجمعية اللي بنقول عليها، وعايزين أول لجنة تكون في بشنين. بكري، بكري، أنت من ساعة منزلنا من عند الجماعة دول وأنت سرحان. سرحان فيه؟ الصراحة راسي عمالة تشغي أفكار ووساوس وسؤالات. مش مطمن اللي قالوه؟ ما تجيبش عليك يا ابن خالتي، الكلام يقلق. شكلهم كده الجماعة دول وراهم خطر كبير لازم تاخد بالك منه. خطر ايه؟ مش عارف،
بس شكلهم كده عاملين جمعية سرية زي الجمعيات الكتير اللي مالت أوروبا. ايه الحكاية؟ الظاهر ده دورك انت جه عشان تشرد مني. بس يا ترى بقى انت سرحان في ايه؟ في دماغي حاجات كتير قوي بكري، لكن اللي بفكر فيه في اللحظة دي هو الكلام اللي قلته لي عن علوة فندي وجماعته. لو هما جماعة سرية شغالين كده ازاي على عينك كتاجر ومالهم ومالي؟ بتهيألي يا عمدة انهم اهتموا بيك من بعد حكاية الورق اللي النديم سابوا امان عندكم. قالوا في عقل بالهم ان الحسينة زي ما كانوا عربيين في زمن الهوجة ممكن قوي يبقوا عباسيين النهاردة. يعني ايه؟ يعني اتباع الخديوي عباس حلمي واللي عايزين يرجعوه؟ لا بالراحة بالراحة، وفهمني الحكاية دي على اصولها. بسيطة، عباس كان ضد سياسة ابو توفيق اللي مكن الانجليز انهم يدخلوا مصر، عشان كده اول ما تولى كان عايز يثبت انه غير ابوه خالص وانه كاره الانجليز، فابتدى يقرب من مين؟ من مصطفى كامل باشا. ولما مات الباشا بعد طبعا ما اختلفوا سوا، الخديوي حب انه يورث زعامته، حب كمان انه يعمل قاعده شعبيه يعتمد فيها على اللي باقيين من العربيين القدام ومعاهم اتباع مصطفى باشا. طبعا كل الكلام ده بالتنسيق والاتفاق مع الباب العالي في اسطنبول. اللي حصل بقى ان الانجليز وقفوا له زي اللقمه في الزور، ولما عصلك معاهم راحوا منتهزين فرصه سفره للخليفه عشان ياخد الموافقه النهائيه على المشروع بتاعه، وقاموا خالعينه وعينوا مكانه عمه حسين كامل سلطان. طبعا عملوا الكلام ده كله تحت سلطه الحمايه اللي فرضوها على مصر. بس ادي الحكايه. بس هي دي الحكايه؟ ده انت لخبطتنا اكتر. بس يمكن فهمت شويه كده طشاش. يعني انت قصدك تقول ان جماعه علو ايديه عاملين رباطية علشان يرجعوا الخديوي عباس، بس الانجليز هيسيبوه؟ مستحيل طبعا، الانجليز مراقبينهم كويس قوي، لان هم اصلا عارفين كل المؤامرات والمحاولات اللي بيحاول عباس حلمي هو والباب العالي في اسطنبول يدبروها ضده. وما تنساش كمان ان العثمانيين شابكين مع الانجليز في حرب. امال انا ليه بقول لك ان الجماعه دول خطر جدا عليك؟ وعايز ازيد على اللي قلته لك ده كمان واقول لك انك لازم تقطع صلتك نهائيا بالجماعه دول. كل ده المكتوب وحكم القضاء، ولا حال عن الاشياء ماشيه ورضا. هو ابن ادم ريشه طايشه في قضاء، ده الصبر طيب والسؤال له جواب. نعمل صواب تاخد نصيبك ثواب، واحسبنا عند الله في يوم الحساب، واحسبنا عند الله يوم الحساب. والصبر طيب الصبر طيب، بحر الحياة متاهات وبر النجاة، في الغيب طايحة بما رياح القدر. في ايدينا دفة تحدد الاتجاه، وعجل يهدينا نفادي الخطر، ونشك سكتنا في قلب الضباب. والصبر طيب الصبر طيب، لكل ده المكتوب وحكم القضاء، ولا حل عن الاشياء ماشيه ورضا. هو ابن ادم ريشه طايشه في قضاء، والصبر طيب والسؤال له جواب. نعمل صواب تاخد نصيبك ثواب، واحسبنا عند الله في يوم الحساب، واحسبنا عند الله في يوم الحساب. والصبر طيب الصبر طيب، والصبر طيب واللي يصبر ينول، واللي حلم وعيونه صحين يكون. وعدوا ان الدنيا دي بحالها نقول، وسعوا على الله الاتكال والركون. تلاقوا توب العيشة زهزه وطار،